كده كفايه كده صلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد القادر عبد الحمد لله. تبارككم فيديو جديد مقطع زيكم مع عبد. طيب يا جماعه، قبل ما اسمع بدي في اي حاجه، وانت سنسكرا انسى راح سكرا فعل صار القصر عشان يصار كل جديد، وانت سايك عشان ينسى على اللايكات كتير. طبعا ان شاء الله باذن الله هيكون عند اول حلقه من برنامج، يعني نقول مثلا الاكسن على بتوع التيك توك وكده يعني. فطبعا انا مش عارف الحلقه دي هنزلها في رمضان لا، بس تقريبا مش هنزلها في رمضان عشان اشوف هل الحلقه دي ممكن تعجبكم ولا ايه نظامكم ولا ايه، ما اعرفش. فانا ان شاء الله باذن الله الحلقه دي هضطر انزلها قبل رمضان. فلو الحلقه دي ان شاء الله باذن الله وصلت لعدد لايكات، لازم نقول طبعا عدد لايكات عشان اعرف هل انتوا عايزين ولا لا، لان انا مش عارف حاليا اعمل برنامج ايه. تمام، وتقريبا بتوع الاكل او حاجه تبع الاكل انا ممكن مش اعملها يعني. ان شاء الله لو الفيديو ده وصل لسبعة لايك بس، ان شاء الله باذن الله هنسلكوا الحلقه الثانيه، بس هتبقى ان شاء الله في رمضان. تمام، مش عايز اطول عليكم كتير. النهارده قلت كده اجيب لكم حلقه كده خفيفه بسيطه بتوع التيك توك. طبعا قبل ما اقول حاجه تبع التيك توك، روح تابعني على التيك توك عشان انا طبعا بنزل هناك في التيك توك. وليه مدة اساسا ما نزلتش؟ ليه حوالي 3 شهور ما نزلتش، او 3 شهور تقريبا ما نزلتش. وكمان لو انت عايزيني اعمل رد فعلي على التيك توك اللي انا كنت بعمله والخرا اللي كنت بعمله، وصل له عدد اقل كتيره عشان ان شاء الله باذن الله اعمل رد فعلي على التيك توك. قبل ما اكبر الكلام، قبل هتلاقوا كده سكرين، هتلاقي سكرين فيديو كده جنبي عشان نشوف البلاوي اللي شريف خالد هيعملها او اللي احنا نشوف التيك توك بتاعه. نسيت بس اقول لكم على حاجه، انا كنت في اخر لحظه كنت هنزل اليوتيوب، اللي كان متابعني على الانستجرام عارف ان انا في مشاكل حصلت لي، بس الحمد لله عديت عليها يعني بخير يعني الحمد لله. بس مش عايز اطول عليكم كتير ولا عايز اطول في الكلام كتير. يلا بقى هوريكم دلوقتي سكرين فيديو. اوكي يا بس يا جماعه، هوريكم دلوقتي سكرين فيديو، هتلاقوا دلوقتي سكرين فيديو. طبعا اول فيديو هنجيبه اللي هو اخر فيديو، لان مسافر انا اقلب. يلا بسم الله. تمام، الفيديو حلو يعني يستاهل نحط لايكايا. الفيديو حلو ما نقولش حاجه، الفيديو حلو. طيب سؤال بس، هو ليه حضرتك تاني البنطلون؟ يعني تستفيد ايه تاني البنطلون ده؟ اول حاجه يعني الفيديو هقيمه، اقول مثلا قيمه مثلا 5 من 10، يعني نوعا ما الفيديو حلو فقيمه 5 من 10. يلا بنخرج على الفيديو التاني. ايه ده والله انت لايك اسلحتنا عليك وفتاكه فارس من صغر سنك وبشكل. لا لا ده يستاهل ياخد 10 من 10. ده ادي الفيديو ده 10 من 10، اقسم بالله الفيديو جامد قوي، فانا يستاهل ان هو ياخد 10 من 10. والفيديو حلو يعني، فيديو حلو يعني، المهم يعني فيديو حلو. ندخل بقى الفيديو اللي بعديه. تاني؟ يعني استفيد ايه؟ استفيد ايه لما تيجي تغير التيشيرتات؟ مبدئيا بس قبل ما اكمل في الموضوع، انا ما عنديش ردة فعل على التيك توك اكتر كده، يعني اللي هو ما عنديش اجراء ان انا هفضل اتكلم على التيك توك وهفضل، فايه سامحوني يعني. فعشان كده ما بحبش اعمل تيك توك قوي، ما بحبش اعمل ردة فعل على التيك توك، فسامحوني شويه. فهديله مثلا 8.5 من 10، 8.5 كده من 10 ياخدها يعني، فيستاهل. يلا بقى نقلب على الفيديو اللي بعديه. فيديو حلو يعني، الفيديو يعني حلو يعني، ملوش 30 لازمه بس حلو يعني، يعني قول عليه وحش؟ لا الفيديو حلو قوي قوي قوي. فهديله يعني اديله 9.5 كده من 10. بس يا جماعه ده
عندي ممكن يكون قصير شوية، بس سامحوني لان انا ما عنديش ردة فعل اللي هو ردة فعل القوي يعني، بس سامحوني. وانا ان شاء الله باذن الله احاول اعمل لكم قدر المستطاع فيديوهات على يعني في الوقت اللي احنا قاعدينه في البيت لحد دلوقتي وبس. وتاني حاجة يا ريت نقعد في بيوتنا، وتالت حاجة يعني تالت حاجة ايه، روح تابعونا على السوشيال ميديا كلهم، وما عنديش كلام تاني اقوله. ولو عجبكم الحلقة يا ريت قولولي عجبكم ولا لا، لان هصور ابتدي اصور الحلقة التانية على طول وهنزلها ان شاء الله باذن الله في رمضان وبس. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوا توصلوا عدد كتير من السبسكرايب واللايك. يلا السلام عليكم.